سباق آخر، سباق 3000 متر موانع، والذي عرف مشاركة البطل المغربي سفيان البقالي المتوج أو الفائز أخيرا على مستوى الدوري الماسي، عاد مباشرة للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية، لكن لم يتمكن عن الدخول في المركز الأول واكتفى بالمركز الثالث، وبالتالي الميدالية البرونزية للمغرب عبر البطل العالمي سفيان البقالي. أكيد الإرهاق بعد خوضه للسباق الدوري الماسي، لكن هذا لم يمنع سفيان البقالي من التواجد ضمن الثلاثة الأوائل. المركز الأول ذهب لبنجامين كينغا من كينيا، الذي قطع السباق في زمن قدره 8 دقائق 12 ثانية و39 جزءا من الثانية. الإثيوبي بايفال ويل في المركز الثاني والميدالية الفضية، وسفيان البقالي في المركز الثالث والميدالية البرونزية. سفيان البقالي تمكن من الفوز بالميدالية البرونزية. تابع آخر لحظات السباق والدورة الأخيرة من سباق 3000 متر والصراع الكيني الإثيوبي على مستوى الميدالية الذهبية والمركز الأول بين بنجامين كيجين وكذلك الإثيوبي بايبال ويل. بالأخير بنجامين كيجين سيتمكن من رفع الإيقاع والدخول في المركز الأول، تاركا المركز الثاني للإثيوبي بايبال ويل من إثيوبيا. والبطل المغربي العالمي سفيان البقالي جاء في المركز الثالث، وميدالية برونزية للمغرب في سباق 3000 متر موانع رجال. فرحة الأبطال الفائزين على مستوى سباق 3000 متر موانع، كينيا الذهب، إثيوبيا الفضة، والمغرب البرونز. أحدى تتويج أبطال سباق 3000 متر موانع، سفيان البقالي أتسلم الميدالية من رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى سيد عبد السلام حيزون. أيضا تسليم الميدالية للإثيوبي الميدالية الفضية، والميدالية الذهبية لبنجامين الكيني الذي دخل في المركز الأول. التسليم من جانب سيد كمال الحلو.